وحشيني طبعا طبعا انتوا وحشيني جامد جدا. هناخد بقى ده يا كابتن حركه فرونت هاند سبرينج، الشقلبه الاماميه على اليدين. بس بقى يا جماعه احنا قبل كده خدنا الشقلبه على اليمين الايدين، بس ايه بقى ويب ستار، يعني بتكون رجل الاقوى بتطلع ورا الاضعف اللي زي دي. تمام. اما بقى ديت يا كابتن انت بتعمل فرونت هاند سبرينج، رجلك الاثنين دول بيتصابع بعض. بص كده دول هتلاقيهم طول مع بعض ازاي، مش هتلاقي واحده ثابت واحده. بص فرونت هاند سبرينج. تمام. ازاي يا كابتن عاوز اعمل هاند سبرينج؟ يا كابتن اشرح بقى يا كابتن. في ناس تقول لي يا كابتن انت بتتكلم كتير، يا كابتن بقى اشرح بسرعه بقى. ما هو يا جماعه لازم اتكلم مش كده، لا لازم تتكلم شويه وكده اكتر عشان تفهم ويجي لك الحماس. لازم يجي لك الحماس، صدقني صدقني لازم يجي لك الحماس. نبطل نغني بقى يا جماعه وخلينا الحركات بتاعتنا. يلا اول حاجه دلوقتي يا كابتن انا هما تو بارتس، جزئين اللي هستخدمهم، ايدي التونين الاثنين ورجلي الاثنين. هو في غيرهم؟ هما ايدين الاثنين ورجلي الاثنين. سبحان الله ونعم، ايدك الاثنين ورجلك الاثنين. اول حاجه يا كابتن ايدك كيف تحطها على الارض؟ والله يعطيكم العافيه يا شباب، ركزوا معايا. ايدك انت بتجري اوكي، وانت بتجري ايدك بتطلع لفوق هكذا، ها بتنزل كده. تمام. شوف ايدك بتنزل كده، ايدك بتكون قوية في الارض، مشدوده مشدوده او مفروده. يعني ايه مشدوده او مفروده؟ يعني ما تكونش متناك ده ومفروده كده اوكي. لازم تركز معايا علشان هنبلش بالحركه هون رايت هير ناو ليفر كيف اوكي. قوية جدا بيجوا من الايد الاثنين ورجلي الاثنين. ايدك يا كابتن وهي بتنزل كده زي ما قلت مشدوده قوي، انت بقى محتاج تطلع الجزء ده بتاع رجلك كله وتضربه. انت محتاج تطلع الجزء ده كله وتضربه. تمام. اول حاجه اعملها الدحرجه، انك يا كابتن تتدحرج على ايدك. هتتدحرج ازاي؟ ايدك اهيت تحطه في الارض. تمام. هتتدحرج، بص هترمي وسطك ده كله، رجلك الاثنين مع بعض بس ازاي؟ كده. تمام؟ ملحوظة. في ناس يا جماعة بتتدحرج كده. في ناس بتتدحرج كده. غلط. ايه غلط؟ بص رجلك سابقة رجلك. ما ينفعش ان رجلك سابقة رجلك، اوكي؟ لازم رجلك الاثنين دول بص بيطلعوا ازاي؟ بص معايا. بيطلعوا مع بعض. شفت التركيز؟ رجلك الاثنين مش عايز حد يعمل كده. لا، بص الاثنين ازاي؟ مع بعض اهم. بص مع بعض. انت يا كابتن تاخد رجلك التنين مع بعضيهم، اللي ما هياخد رجله التنين مع بعضيهم هقتله قتل قتل عمرك ما توقع بيه ابدا خالص. ماشي. يا كابتن اول حاجه بعملها ايدك الاثنين، بص بنزله ازاي. بص تاني، بص كده تاني، بص الحركه عملت ازاي. بدي جامب رجل الدين، بنط على ايدي كده. بصوا ها تاني، بصوا رجلك الاثنين يطلعوا اتش اذر توجذر مع بعض. ايدي ثابته اهي، اول حاجه وسط. بصوا معايا، ها واحد، ها اثنين، اربعه، ها رجلك الاثنين بيطلعوا مع بعض وبتضرب بالمؤخره بوسطك. المؤخره ولا لحقها في الرياضه، ما حدش يضحك. المؤخره تضرب بيها جامد. تمام. ثاني جزء يا كابتن، ايدك وهي بتتحط راسك بتلف جوه زي كده، راسك بتلف. تمام. راسك بتلف اوكي. يبقى حلو بقى، احنا عايزين بقى نتدحرج الدحرجه القويه دي بقى على ايدك. ما تتدحرجش على الارض، ما تتدحرجش على قفاك كتير. لو اتدحرجت على قفاك كتير هتاخد على